عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يقع للجمعية السنوية هو نتيجة من النتائج ديال الشطط اللي كانوا داروا دوك المسؤولين قبل نهار اللي سدوا باب ديال الجامع العام في وجه منخرطين وسفردوا باش سفردوا في أخذ القرار. إوا ومارسوا الديكتاتورية والشطط. إوا وهادو هما النتائج. النتائج هو هاد النزول القسم ديال الهوات. شوف عندي لائحة ومعايا وحنا عندنا منخرطين عندنا كتعدنا الأغلبية ديال المنخرطين كتعدنا حنايا عندنا الأغلبية ديال 37 منخرط اللي هما منخرطين قانونيين وهذوك الإخوان يعني من حسوا بالخطورة يعني ديال الموقف يعني الخطورة يعني بحال قلتي ما يبقاش عندهم حدود ديال جو منخرطين شرعيين يعني بحكم الديمقراطية والتصويت وهذا وهذا سدوا الباب واستعملوا الشطاط ايوا ها هما النتائج دابا اللي كاينين هما هادو دابا اللي كتعيشهم الفرقه ديالنا اليوم. الرئيس ملي كان من يعني على الاستقاله ديالو كان خصو يدير جمع عام يتعنى الجمع عام ويجيو المنخرطين اللي هما برلمان الفريق ديك الساعه يصوتوا على مكتب جديد وعلى رئيس جديد وبهكا يعني كنا كون درت هذه العمليه هذه تقدر تكون كون درت في وقتها كانت تعتق الجمعيه ديال سلا في ذاك الوقيته كان باقي الوقت مع العلم ان الجمعيه ديال سلا عندها امكانيات ماديه باش سيرت في هذا الموسم هذا يعني ما عندهاش شي ضائقه ماديه ولا شي حاجه عندها موارد ماديه مزيانه يعني باش سيرت في العام. انا ما عرفناش شكون كان كيسير في ديك الفتره ما هذا السؤال كيطرح راسو في علامة استفهام. هذاك الملف عن التحقيق ما نقدروش نهضروا فيه. يعني العدالة كتاخذ المجرى ديالها هذاك الشيء ما. الرسالة ديالك للجمهور السلاوي. هو الرسالة ديالنا للجمهور السلاوي إن شاء الله بإذن الله غادي يكون الخير وغادي كما كيقولوا سالا عندها ولادها وعندها الرجالات ديالها وغادي يعني حنا كنقولوا يعني من بعد هذا المخاض غادي يكون باذن الله غيكون الخير ان شاء الله باذن الله وغادي باذن الله ان شاء الله باذن الله نقدموا الترشيح ديالنا باذن الله رزق الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.